النادي الاهلي في تغطيه خاصه لشاشه قناه النادي الاهلي، حمدي فتحي سوبر ستار النادي الاهلي، مليون مبروك، بطوله غاليه جدا للنادي الاهلي النهارده. الحمد لله طبعا، يعني بطوله غاليه طبعا، وثالث بطوله في الموسم، وان شاء الله نحقق الخماسيه ونرجع جيل زمان جيل 2005 والحمد لله. يعني احنا كلنا يعني قريبين من بعض وكلنا بنحب بعض وكلنا تعبنا الفتره اللي فاتت وكان احنا النهارده كنا يعني بعاد شويه عشان المجهود اللي عملناه الماتشات اللي فاتت، والنهارده عملنا مجهود كبير فربنا في الاخر يعني الحمد لله بيكرمنا عشان احنا بنتعب يعني، فالحمد لله يعني. وخامس بطوله ليا في السنه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خامس بطوله في سنه ونص اهوت، فبتمنى ان شاء الله نحقق كل البطولات الفتره اللي جايه ونخلي اسم الاهلي فوق تاني باذن الله. حبيبي الله يبارك فيك. مكمل معاك كابتن ايمن.